اذكر مهنة أو وظيفة تبتدئ بحرف الطاء. طبال. شيء قد تشتريه ويكون مجففاً. الفلفل. البهارات. مكان يمكنك أن ترى فيه فرقة موسيقية. استوديو. الحدائق. مكان يصفق فيه الناس. المسرح. شيء تزيد عليه سكر. البقلاوة. الحلويات. شاي. شكراً. الشاي الكمبيوتر ما راح يأخذه لأنه سبق وأخذه من شوقي قال شاي. هسه ممكن احنا خلينا نشوف التشجيرة بقلاوة وما ادري شنو. خلينا نشوف اجاباتك ايش قد جابت. طبعا انت شوية ترددت وشوية تأخرت بس اجاباتك كانت يعني نوعا ما زينة. لو اكثر دقة كان تجيب اكثر نقاط. وخلينا نشوف. ادعوا لي. السؤال الاول، اذكر مهنة او وظيفة تبدا بحرف الطاء. رحت راسا على الطبال. تطع انرطع 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 طبال. والطبال جاب لك 18 نقطة. ايه بس الطبيب جاب 30. قايلها امس ما قلت. نعم. تقول طيار وما جاء على بالي. طباخ. طباخ شيف. مو الطباخ شيف. لا لا بالفنادق. الشيف كلمة أجنبية. احنا العراقيين نقول طباخ. مو صح طباخ. لا مو صح. حكيك مضبوط بس اكو الطباخ يجي بالبيت مشتري الطباخ يقول. حبيبي احنا نقول الطباخ اللي يطبخ. لا تسوي لي اياها قصه. الشيف كلمه فرنسيه انجليزيه ما اعرف شنو هي. عوفن عوفن اذني عوفن. خلي نروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول شيء قد تشتريه ويكون مجففا. قال دجاج. طبعا غلط. انت ايش قلت؟ بهارات. بهارات همينه مجففه هي. حبيبي مو كلها. فلذلك أنا بالنسبة لي خلينا نشوف إيش قد أعطوك نقاط. خمسة. طبعاً رح أرجع. أكو فواكه مجففة كثيرة. أيه فواكه. أكو التين وأكو ها تمام. تين. تين. تكي. التكي مجفف. مشمش. الزبيب. يا حبيبي. طرشانة. يا حبيبي. وشون المرقة الطرشانة تخبل. ما تذكرتها إلا بهارات. ما أدري. طيب خلينا نشوف السؤال الثالث. مكان يمكنك أن ترى فيه فرقة موسيقية. إيش قلت؟ المسرح. المسرح. لا حدائق. أكو بالاستوديو. أي استوديو. قلت الاستوديو. قلت الاستوديو. لو المسرح كان قلنا لك عيد. والاستوديو صح. أقوى من المسرح. أي استوديو. 13 نقطة. أنت أخذت 30. السؤال الرابع. مكان يصفق فيه الناس. وين؟ المسرح. أنا قلت مسرح. المسرح. مسرح صح. بس الجد جاب لك ما أدري. أتوقع 25 نقطة. حس أنت عندك 156. إيش قد رايد لك أنت؟ الشاي إيش قد؟ أربعة لا رايد لك 44 نقطة مو صح؟ تمام. خلي نشوف. قول يا الله بلكي تجيك 44 نقطة. شلون وينك؟ من البقلاوة. وينك مثلاً؟ لأن أنت قلت بقلاوة وما أدري شنو وشاي. الحلويات قلت. إيه البقلاوة الحلويات نفس الشيء والشاي. الشاي ما قايل شوقي فراح يلغي البقلاوة والحلويات. خلي نشوف أكو واحد يخلي على البقلاوة. لا أكو حلويات يخلونها يرشونها. أنت قلت بقلاوة حلويات. ماكو حلويات. وإذا أكو حلويات فيعني الشيرة يعني العسل المدري شنو. شو تضبطني؟ سكر سكر سكر. شيء تزيد عليه سكر. بقلاوة قلت. يا عالم يا ناس اسمعتوا البقلاوة يخلون عليها الشكر. أربعة أربعة.